الحفيدي ف يعني باللقاء يعني التواصل ديالنا مع اللاعب سواء الحفيدي او الطاقم الطبي او الطاقم التقني اللي كيتمرن به واللي كيوجدوا لنا كيدير لاغيتلاتيزاسيون فهو في واحد التوجه مزيان بزاف. دابا حاليا الى يومنا هذا اللي كنهضر فيه بانه دخل لو ترافاي انتونس لو ترافاي انترميتون صديغ الى ديباسي لاندورونس الى ديباسي لي تروك اكسترا il frappe fait les frappes de balle les frappes longues les frappes etc. donc كما نقولوا حنا راه جاهز طلعت الحال ولكن لاعب كالحفيظي يعني لاعب مهم خاص يعني ترجعوا بالتدريج يعني ما ترجعوش بواحد الصفه كل بون هو رجع من قطر ومزيان غادي نلعبوا الماتش ديال الديربي ستار ديال ديزمو لا انا ما متفقش مع على هذه المسائل هادو وغادي نوضوا وحنا هادشي هذا انا قلت كاع الاخوان الصحفيين بانه الحاجه اللي هي مهمه في كلكو سوا لا بليسور كلكو سوا لا بليسور il faut que le joueur reprenne progressivement il reprenne progressivement هو غادي يجي بطبيعه الحال في اخر شهر ديال اكتوبر غادي يمشي عندو تما عند الديار القطريه باش نشوف لو بروغرام اللي غادي يعطيوه باش نطلع على البروغرام اللي غادي يعطيوه باش ملي يجي هنا هو نفس البروغرام اللي غادي يمشي عليه حتى يقحموا المدرب بطبيعه الحال في سميتو في اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي يلعبوا. شكرا دونك 90% قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.